يا راح نتكلوا على ربي. بسم الله نعمي عبد العزيز كالعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. أيها الناس، السؤال الذي يطرح نفسه: علاش رانا في وقت الناس قاعدة عايشة بالخوف؟ المرفه عايش بالخوف، الفقير عايش بالخوف، المزوج عايش بالخوف، المطلق عايش بالخوف، السيليباتير عايش بالخوف، الكوميرسو عايش بالخوف، الدنيا راهي قاعدة عايشة بالخوف. علاش؟ واللي تحكي معاه يقول لك السماطة ما بقاتش دنيا، خلاص ما بقاتش. علاش يا خوتي؟ يقول ربي سبحانه في القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والأموال والثمرات وبشر الصابرين. أيها الناس، إذا كان اليوم فوكا رانا عايشين بالخوف، راهي السماطة، راه الديكوطاج، الناس ما حلت لهاش الدنيا كاع، الحياة ما بقى لهاش طعم، الناس عايشة بالخوف. السؤال المطروح: علاش رانا عايشين بالخوف؟ حتى اللي يجوه الناس خطابة يخطبوا له بنته يخاف. يقول بالك تصلى كيما فلانة تزوجت، جاب الزوج وطلقت. الراجل اللي يكون راح يخطب باش يتزوج يروح بالخوف، يقول لك جابها بالجلباب والنقاب وقفته في دار الشراع. تخبط ايدها في الطابله وتقول له داري. هذا الخوف هذا وراه رايح. ايها الاخوه الكرام، اذا كان الناس راهي عايشه بالخوف ذوكا، فمازال راح يزيد يجي خوف اكثر. رانا نسمعوا راهم يقولوا بلي راهي جايه الموجه الرابعه. انا نقول لكم والله العلي العظيم، اذا كملنا في هذه الحاله تجي الموجه الرابعه والخامسه والسادسه. تقولوا اخي نظر وغير خوف فينا هبل. اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم واش يقول: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا عمتهم الأوجاع والأمراض والطواعين التي لم تكن في أسلافهم. أخينا هذا غير هو اللي يهدر. أسمع يا أخي الكريم، اليوم المساجد راهي مغلقة، لا دروس لا حلقات، ما كاين والو. الفيسبوك راه داير حالة، والله العظيم الناس راهي تموت على الكفر، الناس راهي تموت ما تعرفش ربي، الناس راهي تموت ما تعرفش الحقيقة. جاتهم بيزار اخينا راهي ذكر الناس برا. الناس راهي في الفيسبوك تبارطاجي الفواحش. الناس راهي تبارطاجي دعاوي الشر. اما انا نزيد نقول لكم كيفاش ما نتكلمش. واليوم ولا البارح استاذ في الجامعه، سمعوا يا ناس، استاذ في الجامعه من واد سوف، ونذكر اسمه لانه ما يحشمش، واسمه احمد الزغبي، راهي يسب في ابا بكر الصديق. وراكم يا امه محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان كاش واحد يقول لك اليسمى ماشي مليحه ولا تحب اليسمى نتايا طيح له بيمه. ابو بكر الصديق راهم يسبوا فيه يا ناس، استاذ جامعي في واد سوف، هذا يقرا عند وليدي ولا بنتي. علاش قلت لكم الدنيا ما بقالهاش خلاص قرب الساعه؟ ابو بكر الصديق راهم يسبوا فيه. وراك يا اللي تغير على اليسمى ومولوديا، وراك يا اللي تغير على البرسا والريال، لو كان يقيس لك طونوبيل تقوم القيامه. راهم يسبوا لك في ابا بكر الصديق. راه يقول ابو بكر الصديق: علاش فرض الزكاة على الناس بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لك مات الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص ما كاش الزكاة. هذا راه يطعن في ابو بكر الصديق اللي ربي رضى عليه وبشره بالجنة. يا خوتي، يا اللي راك مريض، يا اللي طلقتي، يا اللي راك مظلوم في الشركة، يا اللي التجارة تاعك حبست، هاوليك الحل. وراه اللي راه يقرا القرآن قبل ما يرقد، وراه. الناس راهي ترقد بالتليفون. أصبح التليفون هو الرب تاعكم. هاوليك القرآن يا ناس، نهار اللي خلينا هذا القرآن خلاص، هذا القرآن فيه حلول لجميع المشاكل وفيه حلول لجميع الأزمات. في القرآن تلقى الحل للمشاكل مع نفسك، الحل في المشاكل معاك مع زوجتك مع أولادك، حتى في العلاقات الدولية يا ناس. ورانا راح خلاص نسيناه هذا يا والله العلي العظيم. واش راه جاي غير شر؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. يا ناس مادام نسيتوا هذا ما كحتى خير. وقال الرسول: يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. ناس راهي ترقد بالتليفون مع الفيسبوك. وراه المصحف يا ناس، وراه القران. نهار اللي هجرتوا القران خلاص ربي خلانا. وهجروا القران الى ما قريتوش راك هجرتوا. احنا اليوم القران غير كيجي يتزوجوا: يا شيخ روح فتح لنا. ولا كيجي يقسموا الورث: يا شيخ قسم لنا الورث. يا اخي ربي قال هكذا وهكذا، عندي حق في كذا وكذا.
ولا كيموت كاش واحد. يا شيخ قرأ القرآن ما حبش خرج الروح تاعه. يا ناس القرآن نعيشوا به دائما. اليوم في عضنا تمسكوا بالقرآن، الناس يترقد بالتليفون وباش يرقد بالتليفون وبدعاوي الشر. يا ناس والله العلي العظيم رانا رايحين للداهية، رانا رايحين في كارثة والله. غير يبقوا المشاكل، تجارة تبقى حبسة، قضايا الطلاق زدت أكثر أكثر وأكثر. الطلاق 180 حالة طلاق يوميا، هذا في ماي 2020، وفي 2018 68 ألف حالة طلاق في عام. شوفوا بك اليوم الشباب والله رانا عايشين كل بهائم، كل وشرب ورقد ونوض. وراه اللي راه يقرا هذا القرآن؟ والله غير الله بال فيه والسعادة في هذا القرآن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هاي لابال فيه، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اليوم كان لي قلت أخينا هذا وش فيه هبل، راه يذكر الناس برا. يا خويا أنت بقى تاكل وتشرب وربي لحنا كل مصاصط، ودير اللحية والقميص وقول أنا من أهل السنة والجماعة، تشوف منكر ما تتكلمش، ما تحك ما تصك ما تعوم ما تعس الحوايج. هذا هو أهل السنة والجماعة، هذا هو الإسلام. صح صح يا ناس، راهي الدنيا راهي خلاص خماجت. ناس يتسب الصحابة في الفيسبوك في اليوتيوب، ما كاش لي غير على هذا الدين، ما كاش. الناس اللي عرفت قيمة القرآن ماتت به. ابن تيمية رحمه الله كل من على التوتر هو في السجن يقرأ القرآن. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم مات رحمه الله. احنا في 2003 الناس ماتت داخل كباريات، الناس ماتت تزني، صح ولا لا؟ صح. في الزنزلة 2003. حذاري أيها الناس، راكو تركضوا بالتليفونات مع الفواحش. واليوم الخميس ليلة الجمعة، ويوم الجمعة تقوم الساعة. على بالي جاتكم بيزار أخينا راه يذكر برا، وحبيتوا نخلوا الفيسبوك واليوتيوب يدير حالة. حنا برا هنايا ما تقدرش تمشي مع أختك ولا مع مرتك، الناس ما تحشمش، الناس ما تقادرش. قالك راه يخوف فينا بزاف أخينا هذا، ماشي أنا اللي خوفتك. وباء كورونا مازال يقتل، حكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كي تكثر الفواحش ربي يبعث مرض ويبعث الطواعين التي لم تكن في أسلافهم. وزيد ما كاش لي يعمر بالمعروف وما كاش لي ينهى عن المنكر. والرسول صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ناس راهي تسب ربي، طيح تتبلى البنات عيناني، ما كاش لي يهدر، لحيتو حتى لصورته، ما يهدرش ما يغيرش المنكر. صواش يقول علينا ثم خوارج ثم كديروا في الفتنة. أنا اللي جيتك ساهل لا كنت تلقى واحد عريان بالموس والله ما تهدر معاه. يا ناس وراكم رايحين، مازال اليوم آخر الزمان. إخوة باللحية والقميص يحكي مع شباب تاع 16 سنة يقولوا لي تقرع بدعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بارطاجو خوتي بارطاجو. تقرع جو سقساوني الشباب 16 سنة، ثم نروح نقول لكم حاجة. الناس راهي تروح عند الطبيب باش يعطي لها الدواء باش يخرجوا لها لي غاز. أكرمكم الله قولوا اهمال الناس راهي تحمد ربي كي تنفس كي يخرجها الريح. تحمد ربي. إخوة تاع آخر الزمان هذو، واش راكم تستناو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة يقول لهم إن الله سائلكم عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت. قال فبلغوا عني ولو آية. الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من البقيع بعد ما زار شهداء أحد، لما كي جا مولي بدا يبكي. قالوا ما يبكيك يا رسول الله؟ قال وددت أني لقيت إخواني وأحبابي. قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك وأحبابك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. أقول لك يا رسول الله أروح تشوف الأمة تاعك. يا رسول الله إن أمتك لا تصلي إلا القليل وقليل ما هم إلا من رحم ربي. يا رسول الله أمتك تشهد أن لا إله إلا الله لكنها لا تصلي. فتيات مقتبل العمر يصورن أجسادهن ثم يرسلن صورهن. قلتها ونزيد نعاودها، والله غير مازال يجي زلزال، مازال يجي عذاب مدمر. يا ناس خافوا ربي، يا ناس توبوا إلى الله. وكاين اللي يلوموني قال علاش ما تهدرش على واش راه صار بين الجزائر والمغرب. أنا مانيش رجل سياسي، أنا مانيش تاع السياسة، بصح نعطيكم باختصار. اتركوا السياسة لأهل السياسة، واتركوا الدبلوماسية للدبلوماسيين. أنا نذكر الناس نقول من الدنيا ما بقالهاش. حذاري من المعاصي،
حذاني من الذنوب. شفتوا واش صرا في لبنان، شفتوا واش صرا في سوريا، في العراق، في 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 في, في, في ليبيا. ربي ما ظلمهمش، ربي ما ظلمهمش. كان صار العجب ثم الناس يشكي اليوم تجارة حبسة، الناس يشكي ما اللي ما تزوجش يشكي، واللي تزوج وطلق يشكي. يا ناس والله غير هذا بالذنوب بتاعنا. رجاءا بارطاجيو هذا الفيديو، انا راني نذكركم لوجه الله. الناس راهي تبارطاجي الفواحش. بارطاجيو خوتي، بارطاجيو، طلعوا لنا الفيديو. محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة الناس اللي يروحوا للملاعب، مازال أمة محمد صلى الله عليه وسلم تلعب، مازال أمة محمد صلى الله عليه وسلم تلعب كرة القدم، مازال الناس تشوف الفواحش. الدنيا ما بقى لهاش يا ناس. ونقول لكم حاجة،